ابراهيم بطل القصه ولا الافلام؟ الاسبوع الماضي كان قاعد هنا وعيط وقال نفسي اشوف اخواتي، وكان معايا الدكتور عزه عبدون مشكوره طبعا ووزاره التضامن. ايه اللي حصل في الملف؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ ده اللي احنا هنشوفه بعد ما نشوف اللقاء اللي احنا سجلناه مع معالي وزير القوى العامله، لقاء مهم جدا. ادعوكم لمتابعه هذا اللقاء لانه مليان كلام هام جدا من الوزير النشيط الوطني محمد سعفان. نشوف اللقاء، اتمنى محدش يتحرك، اللي جاي بعد اللقاء خطير جدا. نشوف اللقاء. ارحب بكم اعزائي المشاهدين ولقاء حصري لقناه النهار اليوم وبرنامج احلام مواطن. وعدنا بتفعيل بروتوكول الغرض منه المواطن المصري، قضيه التشغيل والشباب. قبل ما نوقع البروتوكول قدم لنا فرص كتير زي احتياجات خاصه واصحاء من قبل ما يبدا الموضوع ياخد الشكل الرسمي. مفيش مكان لمسؤول يتكلم وما يفعلش، ولكن العكس لما يبقى بيفعل قبل ما يبدا يمضي يبقى لازم تحيه تقدير واحترام. النهارده موجودين مع معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العامله عشان يبرهن ويأكد ان من على الارض المسؤول بيواجه الناس ازاي، بيشتغل ازاي، هيقدم لهم ايه من خلال برنامج احلام مواطن بعد توقيع البروتوكول. عشان كده اسمحوا لنا كلنا، بشرفنا جدا النهارده وبنرحب على طول بمعالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العامله. برحب بيك يا معالي الوزير، وشرف لينا وجودنا مع حضرتك. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب يا فندم. معالي الوزير، اسمح لي مبدئيا، النهارده كنت سيادتك معانا في مداخلات سابقه لبرنامج احلام مواطن، وكنت حريص على قضيه التشغيل وتشغيل الشباب بشكل عام. وبالفعل قبل ما نوقع النهارده البروتوكول في وجود حضرتك قدمت لنا فرص توظيفيه جديده. خليني في البدايه كده، الناس بتعتبرها فرصه وبعتوا لنا كتير عاوزين نتكلم مع وزير القوى العامله، فخلينا النهارده نخاطب الشعب المصري بقلب كما هي عادتك يا فندم. فتحملنا النهارده شويه. عاوز في البدايه اسال حضرتك رؤيتك لمثل هذا التوقيع، خصوصا هو بيرتبط بقضيه التشغيل تحديدا، وهي قضيه مهمه جدا. وانا بعني طبعا مسمى التشغيل لان البعض بيقول بطاله، لكن الواقع والحقيقه على الارض لازم نسمعه من حضرتك، اللي هدفه كله تفعيل وتشغيل للشباب. هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الجميع يعلم ان المشكله العالميه مش في مصر بس، هي مشكله البطاله. ومشكله البطاله دي بتشغل الشعب المصري كله، لانها بتمس كل بيت موجود في جمهوريه مصر العربيه. اذا ما كانش ابن يبقى اخ يبقى زوج، يبقى يعني في حاله من الارتباك بسبب هذه المشكله. ويمكن انا حتى قبل الوزاره المشكله دي كمواطن مصري كنت دايما بفكر فيها، وافكر ايه الحلول اللي ممكن تتوجد لحل هذه المشكله ومحاوله القضاء عليها. فلغايه ما طبعا اتورطت وبقيت انا المسؤول عن المسؤوليه، بقت الاجابه عند حضرتك على الحكومه. بس انا لقيت هنا في الوزاره صراحه عندهم تنظيم للامور، بيعملوا نشرات توظيف. يعني مثلا على سبيل المثال لما بنقول مثلا من ابريل 15 لغايه مارس 16 نشره التوظيف محققه 258 الف فرصه عمل. اللي بقى اللي تفجع منه بقى ان لم يشغل منها سوى مثلا 65 او 70 الف من 258. فطبعا ده شغلتني قوي مع التجربه مع الزملاء هنا. لقيت ان الشاب بيوفروا له فرصه عمل بمبلغ كويس، بظروف كويسه، باشتراطات جيده، وتلاقي ان الشاب بيهرب من هذه الفرصه. فحاولت افهم، لقيت مع التضييق على بعض الشباب يقول لك لا احنا عايزين نشتغل في الحكومه. فهنا لو احنا تمسكنا بهذه القضيه بهذا الشكل هيظل رقم البطاله كما هو ان لم يزيد في السنوات القادمه. فلازم احنا يبقى في رؤيه جديده. طبعا بالنسبه للزملاء في وزاره القوى العامله انا اديتهم تعليمات ان يتفاعل مع الشاب، ما يسيبوش يروح فرصه العمل وبس، لا لازم يبقى في مردود. لو عندك مشكله واجهتك، لو أنا عندك اكمل معاك للاخر بالظبط، انا عايز اصحح لك الوضع وتبقى انت مرتاح، وعايز صاحب العمل اللي يجيب لي وظيفه عشان اشغل بيها مواطن واحد يكون صادق في هذه الوظيفه. وهم قاموا بهذا الدور وابتدوا يفعلوه فعلا. اللي بياخد جواب من هنا يقولوا له تروح وتستلم، لو في اي حاجه واجهتك تعال لنا تاني ونبتدي نتفاعل مع المنظومه دي. لكن احنا بقى محتاجين رؤية جديدة للموضوع ده، وطبعا الإعلام
يمثل فيها نسبة لا تقل عن 75 أو 80%. وهنا يأتي الربط ما بين توقيع بروتوكول لأحلام مواطن النهاردة وبين تغيير ثقافة الشباب أو الرؤية الجديدة اللي سيادتك هتحكي لنا عليها. بالظبط. إحنا هنعمل اللي علينا من منطلق اللي حضرتك قلته دلوقتي. أيوة. إن إحنا هنبقى في شفافية كاملة مع المواطن المصري. تمام. مش هنخبي عليه حاجة. لو عندي منشأة أعطت وظائف وهمية أنا اللي هعلنها، مش هستنى لما حد يعلنها. هقول ان عندنا 3 4 شركات ودي عقابهم طبقا للقانون عملناه كذا كذا. وده وارد معالي الوزير ان في بعض الشركات تقول ان عندي فرص توظيفيه وتطلع على الارض ما فيش فرص توظيفيه. فعلا حصل. تمام. وهنتعامل مع الامر ده. خلاص، يبقى لازم يبقى في شفافيه كامله عشان المواطن حتى يبقى عنده ثقه. هو العيب اللي احنا فيه دلوقتي برضو انا بسميه عدم الثقه شويه. انا متفق معاك، يعني الثقه اهتزت بين المواطن وبين الجهات الحكوميه والحكومه، فإحنا محتاجين نعيد هذه الثقة مرة أخرى. أنا من خلال حضرتك أنا بأكد للناس، تمام، وزارة القوى العاملة مفتوحة لأي حد راح لأي وظيفة يشتغل فيها ولقى فيها أي مشكلة إنه يجي يسجلها عندنا، وإحنا هنتجاوب معاه وهنعالجها. هيلاقي هنا الناس تقابله ويسمعوا منه. يعني اللي بيشوفنا الناس المشاهدين، تعالى واتكلم بوزارة القوى العاملة، معايا وزير بيقول لك بنفسه تعالى لو عندك شكوى، عندك مظلمة، لقيت حاجة فاجئتك هناك في الواقع، يلجأ لكم معايا الوزير. طبعا الناس هنا في وزارة القوى العاملة على أعلى مستوى في التعامل مع المواطن المصري، ده أنا لمسته بنفسي من خلاله. فأنا بقول لهم أهو أي حد يجي هيلاقي أخ لي أو أخت لي هتقابله وتعتبره أخ. هي المشكلة إيه؟ إن إحنا لازم نحس بقضايا بعض، وأنا أعتبر قضية هذا المواطن قضية ابني. تمام. لما أتعامل معاه على إنه ابني لازم أنا هيبقى عندي حرارة إن أنا أعالج له كل المشاكل. وإذا نجحنا كلنا مع بعض إن إحنا نعمل كده، هنبتدي ندي شكل جديد لمنظومة جديدة. الجزء الثاني الإعلام بقى. النهاردة أنا عندي مشكلة متأصلة في الشعب المصري والأسرة المصرية، إنه النهاردة الشاب لازم يشتغل في الحكومة، والفتك الميري يتمرك في ترابه، ويعني حاجات كده عفى عليها الزمن. خلاص التشغيل الحكومي ده نسبه بتقل. هل حضرتك تقدر توجه لنا كده للسادة المشاهدين والملايين اللي بيشوفوا حضرتك والشباب تحديدا خطوات منطقية؟ افهم الموضوع مش فكرة شغل في الحكومة على قد ما هي فكرة ان انت بتبدأ وتبقى ليك مكان في سوق العمل، وفي نماذج ناجحة فعلا اشتغل في حاجة غير تخصصه وبعد كده بتلاقي مساحة من تخصصك. فانا حابب برضه اقول للسادة المشاهدين، معايا الوزير محمد سعفان بيخاطبكم يا شباب مصر على الارض في المرحله اللي احنا عايشينها دي، مطلوب منكم تغيير ثقافه معينه في قضيه التشغيل، الا وهي سيادتك تقولها لنا. هي رسالة أنا بوجهها لولادي كلهم اللي محتاجين تشغيل النهاردة أنا بخطبك إنك تبدأ حياتك العملية. تبدأ بإيه؟ مش مشكلة. أيوة. ابدأ الأول، خد خطوة. هذه الخطوة هتضيف إليك عدة مزايا. الميزة الأولى إنها هتوفر لك دخل. تمام. أنت النهاردة قاعد مفيش عندك دخل، هتوفر لك أول بند هو الدخل. البند الثاني هتوفر لك خبرة. أنت لو قعدت سنة سنتين في البيت، ايه الخبره اللي ضفتها لنفسك؟ لكن لما تنزل في مجال العمل مش هتضيف لنفسك خبره العمل فقط، لا، ده انت هتضيف لنفسك خبره العمل والتعامل مع المجتمع. دي خبره محتاجينها كلنا. ثالث حاجه، تبتدي الانسان لما يبتدي يتحرك ويزيد لنفسه خبره، المدارك بتاعته بتبتدي تتوسع. رابع حاجه، العلاقات. لما حضرتك تبقى في مكان عمل بيدخل واحد واثنين والف، بيبتدي تزيد حجم علاقاتك انت الشخصيه اللي ممكن بعد كده تحقق لك فرصة أفضل، أو الفرصة اللي انت بتتمناها، تمام، في مجال آخر وفي مكان آخر. هنا ابدأ بقى. يبقى الرسالة اللي بنبعتها لأولادنا كلنا، ابتدي وما تخافش. ابتدي لو عندك طموح انك النهاردة تبقى بكرة صاحب عمل، انا بوعدك انك تبقى صاحب عمل لو عندك الطموح والإصرار والعزيمة على تحقيق ده. ليه؟ خش اتعلم حرفة معينة او مهنة معينة، ومن خلال هذه المهنة اللي انت علمت خبرتها، تعال بعد كده وحاول تعمل مشروع لوحدك من خلال اللي اتعلمته، وهنساعدك من خلال الصناديق الاجتماعية والكلام ده كله ان يبقى عندك مشروع صغير وهتنجح فيه. فالبداية هي اهم خطوة. هنلاقي حد الألف ميل بيبدأ بخطوة. طبعا هنلاقي بعض الناس اللي بيسمعونا دلوقتي يقول لك كلام رائع جدا ومنطقي وعلى الارض تفعيله ان شاء الله يكون موجود، ولكن هيقول لك اضمن منين الاستقرار؟ وهتديني كام بلغه الارقام فلوس؟ وهتامن عليا تامين اجتماعي وتامين صحي ولا لا؟ انت بتقول لي ابدا، او معايا الوزير بيقول ابدا واشتغل. صح. فلازم برضه نخاطبهم بلسان حالهم وهما بيسمعوا سيادتك دلوقتي. هتقول له ايه على النقطه دي تحديدا؟ احنا بنقول
258,000 اتشغل منهم 70. يعني لو جيت لي بعد ما اشتغلت 3 شهور او 6 شهور قلت لي انا الوظيفه دي مش مدياني او مش مرتاح فيها هغير لك، ما عنديش مشكله في مجال اخر، انا عايزك تنجح. قبل ما انتقل من الملف ده الاسئله كتير الناس سالنا، وانا استاذنتك تبقى يعني صدرك رحب معانا النهارده معايا الوزير. استمرار وزاره القوى العامله في تفعيل الفرص كما سيادتك بداتها معانا لذوي الاحتياجات او الاصحاء لبرنامج احلام مواطن بعد تفعيل الفرص، في منها داخل وفي منها خارج البلاد، في يعني في فرص خارج خارج مصر كمان. لو حد برضو ينطبق عليه مواصفات الفرص معانا هتسمحنا بقى يا فندم ان احنا من خلال حضراتكم كوزاره واحنا كبرنامج نبدا نقول يا جماعه وزاره القوى العامله عندها كام فرصه وطبيعه الفرصه عباره عن كذا، عشان يبدا يبقى في تفاعل ايجابي، بمعنى اصح ما نخليش حد يقول ما فيش شغل. لا، احنا محتاجين ان احنا كلنا نتفاعل مع بعض عشان نحقق اميه كل بني ادم. احنا هنساعد باللي عندنا، وانت ساعد بمجهودك، ساعد بالايجابيه اللي عندك عشان تنتقل من الوضع الساكن اللي انت فيه الى وضع متحرك هيضيف لينا وليك. هايل. حجم استجابه شركات القطاع الخاص واللغه والمقارنه بين كلمه قطاع خاص وقطاع حكومه، هو الشاب محتاج ايه اكتر من ان انت يبقى بتاخد راتب كويس متامن عليك وعندك استقرار في حياتك؟ الجزئيه دي كلها متوفره في شركات القطاع الخاص اكيد سيادتك، عشان برضو اللي بيشوفونا دلوقتي يقول لك ده مش عاوز يشغلني في الحكومه، ده انا طب القطاع الخاص هقلق منه. انا كده بقول صح لو انا غلطان سيادتك؟ صح. احنا حريصين على تحقيق كل الاستقرار للشباب المصري. مفيش حاجه اسمها اشتغل النهارده وامشي بكره. لا، ما هو ده انا بقول له اهو. أيوة. انا بقول له لو ما عجبكش الشغل بعد 6 شهور تعالى وانا هغيره لك. رائع. عايز ايه تاني؟ رائع. يعني انا النهارده معاك، انا كل اللي بهدف اليه ان انت وانت قاعد في بيتك تبقى مرتاح. لما يبقاش ابنك النهارده عامل لك ازعاج ان هو ما بيشتغلش. تمام. انا عايز النهارده رقم البطاله اللي وصل لمعدلات عاليه عايز يبتدي يقل، عشان برضو ده تحدي من ضمن التحديات اللي احنا بنشتغلها كلنا مع بعض. حجم استجابه الشركات القطاع الخاص وهي الجزء الاكبر من اعتماد الوزاره عليها في الفتره القادمه او حتى فرص التوظيف وقضيه التشغيل، هل معالي الوزير محمد سعفان راضي بنسبه لا باس بها زي ما بنقول لاستجابه شركات القطاع الخاص في التعاون مع الوزاره في قضيه التشغيل وتشغيل الشباب، ولا هناك بعض الشركات لسه محتاجين مجهود اكتر معانا؟ بص، مش هقدر اقول لك ان في مجال في الدنيا دي كلها ناجح او صادق بنسبه 100%. تمام. لكن خلينا نتعامل، واحنا قلنا في البدايه ان اللي هيثبت ان هو بيدينا حتى بيانات وهميه او وظائف وهميه هيبقى لينا تعامل معاه كوزاره. تمام. فاحنا النهارده علينا ان احنا نتعامل ويبدو نبدي حسن النيه في البدايه الى ان يثبت العكس. انا شخصيا واثق في كل اصحاب الاعمال، لكن اللي هيقع قدامي ان هو هيبقى بيضلل الشباب او بيعمل حاجه غلط انا هعرف احاسبه ازاي كوزاره وكحكومه. يعني لو بعتنا له شباب في وظيفه معينه هو اعلن عنها والناس راحوا هناك واتفاجئوا بعكس كده، بياكد كده ان الموضوع ما كانش على المستوى. وانا بطمنك. أيوة. ان غالبيه اصحاب الاعمال المصريين شرفاء وفعلا بيتعاملوا مع المجتمع النهارده طبقا للظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها معامله ايجابيه كامله. فتره قليله جدا معالي الوزير محمد سعفان في وزاره القوى العامه، ولكن على الارض ومعالي الرئيس دايما بيقول السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ما عندناش رفاهيه الوقت، وقبل ما ابدا اسجل معاه هو نفسه كان حريص جدا بيقول لي سجل معايا هنا مش هاجي على الهوا عشان ساعتين في السكه الناس اولى بيهم. لو دي لغته اعتقد تبقى الدقيقه فارقه معاه جدا لمصالح الناس. معالي الوزير، اكتر الملفات اللي سيادتك في الفتره السابقه حريص عليها جدا بخلاف طبعا قضيه التشغيل او ملف البطاله تحديدا، وانت في وزاره خدميه يعني قدره لك ان انت تبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه في وجع قلب كتير الناس كلها دايما، سواء ذوي احتياجات او ناس محتاجه شغل او قضايا عماليه ومحاكم، اكتر ملف سيادتك شغال عليه لعنصر الوقت والرفاهيه اللي السيد الرئيس بيقول لكم دايما ما عندناش رفاهيه الوقت؟ هو طبعا الجزئيه دي كلنا مش انا بس ولا الحكومه بس، لا كلنا لازم نحس بيها. يعني ايه ما عادش عندنا رفاهيه الوقت؟ احنا الموقف الاقتصادي الجميع يعلم، الموقف الاقتصادي ده لن يتم تحسينه الا بايدينا كلنا. تمام. كل واحد في مجاله يجب ان يعطي من وقته ومن مجهوده اضعاف ما كان يعطي قبل كده، عشان ارقام الانتاج تبتدي تتضاعف، عشان نبتدي نرتقي بهذا الاقتصاد. فما عادش عندنا وقت نضيعه، احنا محتاجين كلنا نشتغل، كلنا زي ما حضرتك قلت احنا الوزاره هنا مكبله بعده ملفات. تمام. وهذه الملفات هامه جدا، يعني اذا ما كانش البطاله دي على راسهم ففي مجالات اخرى زي التدريب مثلا، ده عايز يتعمل يعاد من الالف الى الياء
يتعمل له استراتيجيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها عشان تعرف انت بتدرب مين لايه. تمام؟ لان انت النهارده محتاج تبقى في هدف لكل عمل بتعمله. هل الكوادر اللي خارجه او الشباب مخرجات بقى من عمليات تعليميه هل بتسهل الفرصه للحصول على وظيفه، ولا شويه محتاجين ندوس تحديدا في موضوع التدريب وان مستوى المخرجات يبقى على الاقل يوافي فرص العمل؟ هديك انا مثال صغير. كان في مؤتمر العمل العربي في بدايه شهر ابريل، وكنا قعدنا مع الساده وزراء العمل العربي، منهم مثلا على سبيل المثال الراجل السعودي اللي افاد بالنص كده العماله المصريه عايزينها لما تيجي السعوديه تبقى مدربه. ده معناه ايه؟ معناه ان العامل الفني اللي بيروح ما عندوش فكره عن الوظيفه اللي هو بيشتغلها للاسف، فبيفاجئ يا اما صاحب العمل ما بيستحملوش فبيمشيه، يا اما بيحاول يدخله على حد يدربه ويعلمه وبتاع وعلى مضض. دي بتدي ايه بقى؟ دي بتدي انطباع غير جيد عن العماله المصريه. خلاص؟ ودي علاجها ايه؟ علاجها البند الثاني اللي هو التدريب. عندنا استعداد ان احنا ندرب الناس. انت طالع على وظيفه معينه ومحتاج تدريب، تعالى وهدربك، هنعمل منظومه للتدريب. انت قلت حته صغيره محتاجين برضو ان احنا نشتغل فيها، هي ربط مخرجات سوق التعليم مع احتياجات سوق العمل. بالظبط. ودي اعلاميا محتاجه شغل، يعني محتاجه النهارده وزاره القوى العامله مع وزاره التربيه والتعليم مع وزاره التعليم العالي مع الاعلام. ليه بقى؟ لان الاسره المصريه النهارده بتيجي في الثانويه العامه وعايزه الولد يخش يا طب يا هندسه. تمام؟ يطلع الولاد ياخدوا دروس ويطلع عينيهم طول السنه، وفي الاخر ما يجيبش الدرجات اللي تدخله هذه الكليات. نبتدي نلاقي بقى الاداب والحقوق والتجاره، الكليات النظريه اللي اصبح سوق العمل النهارده بيحتاج عدد معين منها. بالظبط. اللي موجود يعني 20 30 ضعف هذا الرقم. فاحنا محتاجين برضو ان نوجه الاسره المصريه ان النهارده عايزين نحدد لك ايه هي احتياجات سوق العمل. يعني اصبحت مرتبطه بثقافه الاسره اللي بتصدرها للولد يا معالي الوزير. طبعا. في المرحله اللي جايه هيبقى في وظائف فنيه على اعلى مستوى. على اعلى مستوى في مصر، مستوى يضاهي المستوى الاوروبي. هنا مش عيب ان النهارده انا ابقى ليا وظيفه فنيه معينه طالما بتفتح لي بيت، بتدخل لي دخل لاسرتي، وبقدر اعيش عيشه كريمه. انت حضرتك طبعا ماسك ملف التشغيل. تمام. وده ممكن يفتح لحضرتك الباب لحاجات كتير لمخاطبه الاسره المصريه. تمام. عايزين نقول لكم ايه هي احتياجات سوق العمل عشان توجه ابنك من اولى ثانوي. انت ناوي ايه؟ عندك قدره انك تخش هندسه ولا لا؟ لا. طب يبقى خلاص نوجه نفسنا على الكليه الفنيه المعينه. تمام؟ بحيث انك تخرج تلاقي لنفسك وظيفه جاهزه. تمام؟ هنا يبقى احنا بندور على ان احنا نحل مشاكل الشباب من قبل ما تبقى مشكله. طبعا اعزائي المشاهدين، دورنا كاعلاميين وكوسائل اعلاميه مختلفه، لان زي ما اتفقنا اذا ما اردنا فعلا ان البلد ترتقي ونعدي من المأزق اللي احنا بنمر بيه او الظروف الصعبه اللي بنعيشها، زي ما قال معالي الوزير ما فيش وقت ان احنا نضيعه، هم بيعملوا عليهم ويشتغلوا، واحنا كمان دورنا زي ما انتم شفتوا النهارده على سبيل المثال برنامج احلام مواطن واهتمامه بقضيه التشغيل، اعتقد مهم جدا نخاطب الاسره المصريه. وانا ببدا هذه الدعوه في وجود معالي الوزير محمد سعفان، ان احنا واضح ان احنا محتاجين نغير العديد من مفاهيمنا اذا ما اردنا فعلا ان ما نقولش ان انا عندي خريج وقاعد جنبي في البيت. قضايا العماليه وسيادتك طبعا يعني لك سوالات وجولات، او طبعا اكيد صداع دائم في دماغ حضرتك، والعلاقه بين العامل وبين المؤسسه، خصوصا ان انا اعلم ان هناك العديد من النزاعات ما بين بعض المؤسسات وبين العمال الى اخر هذه الملفات، كيف تراها وتقيمها وتتعامل معها؟ شوف حضرتك، هو طبعا قضايا العمال ما بتنتهيش، لكن احنا اللي بينظم هذا الامر هو قانون اسمه قانون العمل. تمام. احنا دلوقتي بنعقف على اعداد مشروع قانون جديد بيحضرنا في المثلث المسؤول عن هذه القضيه، وهو الحكومه الممثله في وزاره القوى العامله والتنظيم النقابي واصحاب الاعمال. تمام. عشان احنا بنحاول نطلع مشروع قانون بتوافق كامل بين الجهات الثلاثه، عشان لما يطلع النهارده في توافق على هذا القانون ده بيبقى فيه مردود على نزاعات العمل، بيحاول بقدر الامكان ان مش هقول ينهيها لكن بيقللها الى اقل درجه. اه بالظبط. فهنا يبقى احنا نجحنا اذا خرجنا مشروع متوافق عليه من الثلاث جهات. في هذه الحاله هنبتدي نقضي على هذه النزاعات، ولكن النزاعات دي كده كده
يعني فرضا موجود. لازم تكون موجوده، لكن احنا بنتكلم على النسب بتاعتها. معالي الوزير، في امثل حاجه للاستقرار والاستثمار في البلد، البعض بيقول لنا ان في بعض القيود او بعض الامور للمستثمر الاجنبي ووجوده في البلاد فيما يتعلق بانهاء اجراءاته، حصوله على تراخيص العمل، سلسله الاجراءات اللي بتتطلب من قبل الوزاره او المؤسسه اللي بينتمي لها. حضرتك شايف التعامل ازاي مع هذه الجهات وتذليل العقبات اللي على اساسها تبدا الامور تبقى انت لا جاي تستثمر في البلد، انا هسهل لك عشان انا مستفاد منك في البلد؟ بص، احنا بنرحب باي مستثمر تمام، برضو بضوابط معينه تمام، بحيث ان هو ما يكونش فيه اجحاف لحقوق العمال. يعني لازم العامل برضو ياخد حقه والمستثمر ياخد حقه. لذلك لو انا بقول لحضرتك واحنا بنعد القانون بنحاول نعمل ايه؟ توافق كامل بين الاطراف، عشان هذا التوافق هو اللي هيحقق لي زياده في الاستثمار، هيحقق لي النهارده الا في قله في المنازعات، حجم المنازعات العماليه بين اصحاب الاعمال والعمال. فهنا يبقى انا بحاول احط هدف قدامي واحاول احققه من خلال النصوص القانونيه اللي احنا بنعدها. اذا نجحنا ان احنا نخرج قانون عمل في توافق كامل ولاصحاب الاعمال موجودين تمام، هيبقى ده مشجع للمستثمر ان هو يجي ويبتدي استثماراته. واحنا بنقول له برضو احنا مش هنسمح لحد ان هو يعني يقحم العمال في امور هم مش خاصه بيهم، وفي نفس الوقت ياكل عليهم اي حقوق مفروض ان هي بنصوص القانون ومشروع القانون الجديد تكون حقوق كامله ليهم. بلغه الارقام، اكثر من 200 300 الف رساله على صفحه البرنامج بيسالونا اسال معالي الوزير لو هتستضيفه او هتعمل معاه لقاء، واحنا شايفين طبعا تعاون بين البرنامج وبين الوزاره عن ملف العماله المؤقته. بعض الناس بيقولوا احنا شغالين بقالنا عدد معين من السنين، هل في استقرار؟ هل هم يخافوا على مستقبلهم؟ هل ممكن اي مؤسسه في اي وقت تبدا ان هي تمشيهم زي ما بيقولوا؟ مش حاسين بثقه في شغلهم حتى لو المساله طولت في عدد سنينهم. عايز اطمنهم ان اللي راس المنظومه وزير القوى العامله محمد سعفين. مساله العماله المؤقته دي موجوده في كل الدنيا وموجوده في شركاتنا من زمان، ومفيش اي قلق بالنسبه لها. واحنا لما يبقى في اي قلق في جهه معينه، ودي قليله قوي، احنا كوزاره بنتدخل تمام، وبنقف مع العمال وبنجيب صاحب العمل ونقعد ونشوف الدنيا تمشي ازاي، وطبقا للقانون بنطبق نص القانون على الطرفين. حلمك ليس كوزير للقوى العامله، حلمك كمواطن مصري ايه هو؟ وبعد كده سيادتك واجه المالين يا فندم وقول لهم رسالتك اللي فارق معاك في التوقيت ده، تبلغهم الرساله. يعني هي زي ما حضرتك قلت، الرساله اللي انا بوجهها للشعب المصري او للمواطن المصري هاخدها من اسم البرنامج. ايوه، احلم بمصر تشوفها في صوره انت تحبها تشوفها فيها، وتسلمها لاولادك واولاد ولادك من بعديك بنفس الصوره اللي انت بتحلم بيها. وهذا الحلم عشان نحققه لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، حكومه مع مواطن مع شعب مع كل الفئات بتاعت المجتمع، عشان نحقق هذا الحلم. والحلم باذن الله وبايد وبتعب المصريين هيتحقق ان شاء الله. اعتقد ما بقاش في مجال لمسؤول يقعد على الكرسي وما يشتغلش. معالي الوزير محمد سعفان اثبت بالفعل وليس بالكلام كل دقيقه للشغل وللمواطن اكتر منها مجرد كلام مرسل والنتائج على الارض. معالي الوزير احنا بنشكر حضرتك جدا، بنشكرك على توقيع البروتوكول، بنشكرك على الاهتمام بقضايا الشباب، بنشكرك على بتكلم المواطن المصري بلغته. الناس كانت محتاجه ده معالي الوزير. انا بشكركم وبشكر كل المواطنين المصريين والشعب المصري، وبقول لهم كل سنه وهم طيبين ومناسبه شعبان، وان شاء الله قرب رمضان. يعني ربنا ان شاء الله يجعل ايام المصريين كلها باذن الله اعياد ان شاء الله. ده كان نهايه لقائنا مع معالي الوزير، اللي انا على المستوى الشخصي اتشرفت جدا بوجودي معاه النهارده، معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العامله. الراجل اثبت بالفعل ومش بالكلام. دي كانت البدايه، ولكن دايما مكملين معاه. يلا بينا نشوف في الاستوديو اللي معالي الوزير النهارده منحهولنا، وناكد الامل والابتسامه والفرحه وتحقيق الحلم للمواطن المصري. وطننا يدوبنا.